المكان. المكان خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام وأسكنه في الجنة، خلق في يوم الجمعة وأدخل الجنة في يوم الجمعة وأخرج من الجنة في يوم الجمعة. تكريم الله له، تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن الناس في يوم القيامة يأتون، أول ما يأتون يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام. إذن ذكر في حديث الشفاعة وأن الناس أول ما يأتون يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وذكر مع أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، قالوا أنه هو أبو البشر، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، الوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه هو آدم عليه الصلاة والسلام من المخلوقات، وهذا في تكريم لآدم. وأمر الملائكة عليهم السلام أن يسجدوا له، لكن هذا السجود لا يمكن أن يكون عبادة لآدم عليه الصلاة والسلام، وإنما أمروا بالسجود طاعة لله، فالسجود هذا عبادة لله سبحانه وتعالى لا عبادة لآدم عليه الصلاة والسلام. ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، أي أن آدم عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا، كما في عيسى عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر قصة آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم.